بما أنه مطبخ عربي إسلامي فيجب وجود الإسلام، ولولا الإسلام لما تشكل هذا المطبخ. تبدأ مسيرتنا في منبع الأمة مكة. بعصر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يأكل من طعام الحجاز، طعام مكة، اللي هو الثريد والهريس والعصيد والخبيص وما إلى ذلك. وجود الأطعمة هاي اللي هي أطعمة قريش، أطعمة الحجاز، وجودها في السيرة النبوية جعل كل الأمة تقلد هذا الطعام وتدخله على مائدتها، وصار عندهم الثريد، ويمكن صار لها أسماء تانية زي فتة، تسقية، بس هي ثريد بالنهاية. والثريد هي إنك تثرد الرغيف في مرق، هذا هو الثريد. انتهت الخلافة الرشيدية، ثم انتقلت إلى دمشق تشبها بالملوك، صار كل العالم الإسلامي يأكل مثل ما تأكل بني أمية. وبني أمية كانوا يأكلوا طعام شامي، مش طعام قرشي، مش طعام الحجاز، كانوا بالشام. فحصلت عولمة لمطبخ الشام، صار كل المسلمين في هاي الأمة يعرفوا الأكل الشامي، الطعام الشامي. فوسعت طبعا بالإضافة إلى طعومهم المحلية التاريخية. لما انتقلت الخلافة، مركز الخلافة إلى بغداد، من الطبيعي صار المطبخ البغدادي، مطبخ الرافدين، هو المطبخ الطاغي. هذا مطبخ هيك الخليفة بيوكل، هيك هارون الرشيد بيوكل. صار الكل بده يتقيد بالسلاطين وخلفاء خلفاء هاي الأمة. لما صارت الخلافة الإسلامية بالأندلس، صارت الناس تقلد أهل الأندلس، لأنه أهل الأندلس وصلوا للقمة بكل إنتاجاتهم، مش بس بالطعام، وبالطب، وبالهندسة، وبالفنون. صار عولمة بين الجزء الشرقي من الوطن هذا اللي هو المشرق والمغرب. صار الكل بيعرف نفس المطبخ. هذا ما لغى خصوصية كل منطقة، كل شعب ظل عنده أطباق، أطعمة لم تعولم، ظلت محلية. بلاد ألف ليلة وليلة، قصص خيالية تسرد واقع مطبخي عالي. شهرزاد، شهريار، وشهزمان، وأطباق بلاد فارس، المطبخ المظلوم. في المرحلة العباسية، البلاط العباسي استعار كما هو من البلاط الفارسي، أطعمة البلاط الفارسي، أطعمة، مكونات وتقنيات تبناها العرب من الفرس وأدخلوها على مطبخهم. فالفرس هم أول من استخرج السكر من القصب، وأول من عمل الجلاب وحلاوة اللوز والشوربة، وهم أول من عرف الليمون والرمان والسبانخ. وتداخلت الكثير من أسماء الأطباق الفارسية إلى العربية، مثل السكباج والكلاج والفلوذج والسمبوسك وغيرها. وبدأ العرب باستعمال الملاعق على موائدهم وكسوها بفراش من القماش. وكان أثرياء العرب إذا احتفلوا بعيد أو وليمة سألوا عما كان يفعله الفرس في مثله، ونسجوا على منواله. فالصحيح إن نحكي إنه هذا مطبخ عربي إسلامي، مش مطبخ عربي، مطبخ عربي قاصر، يعني تعريف قاصر. مطبخ شمل الأمة جميعا والجميع شارك فيه، من المغرب إلى الصيني إلى التركماني إلى العربي العدناني القحطاني والفارسي. ومع أن الفرس لهم أثر كبير على هذا المطبخ، لكنه لم يذكر كثير. أخذنا من الفرس، إذا بنشيله بضلش بنفس الغنى. موضوع كبير والكلام عنه كثير. ديفيد وينز، بروفيسور في الدراسات الإسلامية من جامعة لانكستر، يقول: الوصفات التي وجدناها موثقة في كتب الطبخ العربية من القرون الوسطى أضخم من مجموع الوصفات في العالم كله، بما في ذلك الثقافة الصينية، فما أثرها على باقي الحضارات وشعوب العالم.
ناخذ المطبخ الصقلي على سبيل المثال. الصقليين مشهورين باربع شغلات عالميا واخذوا الصداره فيها في انتاجها، اللي هي القهوه والبوظه والباستا والسكاكر. وهذه الاربع اشياء تعلمها الصقليين من العرب، العرب هم اللي اخذوا هذه الاشياء لصقلية. اسواق بغداد جمعت بين ابازير ورياحين وبهارات المشرق والمغرب، واندمجت فيها الأطعمة وتكونت أطعمة جديدة، ومنها خلطة أطراف الطيب من القرون الوسطى، خلطة بهارات تحتوي على أكثر من 20 بهار، ولعلها تكون خلطة البهارات الأم التي ستكون أساس قصتنا التالية، قصة السفير المكسيكي والحائز على جائزة نوبل أوكتافيو باز عندما سافر في سنة 1962 إلى نيودلهي في الهند وتذوق الكاري الهندي هناك البن منه، سرعان ما تذكر طعام أهل بلده وأمه بالمولي المكسيكي وفكر ما علاقة الهند بالمكسيك. فيش أي صلة بين الهند والمكسيك، الصلة الوحيدة كانت هي العالم الإسلامي. العالم الإسلامي الذي ربط مشارق الأرض ومغاربها ووحدها تحت ثقافة واحدة. وكيف لأطعمة وخلطة بهارات من بغداد في القرن العاشر أن تصل إلى المكسيك وتبقى حية بعد 1000 عام؟ الرابط الوحيد الذي كان بينهم هو الأندلس، فبعدما انتصر الإسبان في الأندلس وأخذوا المطبخ الأندلسي الرفيع نقلوه بحذافيره إلى المكسيك وأمريكا الوسطى، حيث يبقى حيا حتى اليوم. وصلت الأندلس القمة وربطت العالم الإسلامي بالعالم كله. أثر آخر بقي حتى اليوم هي السمكة الأندلسية، أو بما يعرف اليوم في بريطانيا الفيشنت شيبس. إنه يهود إسبانيا بالقرن 16 لما طردوا من إسبانيا، لما خيروا إنهم يصيروا مسيحيين أو يسيبوا البلاد مثلهم مثل العرب التانيين، اختاروا انهم يسيبوا فسابوا وهاجروا على اوروبا. جزء منهم راح على انجلترا واخذ معه هاي السمكة، السمكة الاندلسية، وصارت هذه الوجبة الفيشن شيبس من السمكة الاندلسية والبطاطا الفرنسية. تشكلت في العصر العباسي طبقة ثرية مترفة من الخلفاء والأمراء والوزراء والقضاة وقادة الجيش وكبار التجار، ونتيجة هذا الغنى وموائدهم تشكلت طبقة الندماء. يقولون إن النديم إن لم يعرف 10 موشحات و10 أطعمة الذي يتقن صنعتها لم يكن نديما جامعا. طبقة تميزت بموائدها وأطعمتها وذوقها الرفيع، وحكت عن هذا شعرا ونفرا. وفي عصر النهضة في أوروبا بدأت تتوافد الوصفات من العالم العربي الإسلامي لتصل إلى ما يسمى بندماء أوروبا، طبقة ميزت نفسها عن العامة بالمأكل والمشرب وطرف الدنيا. أنا بقول إنه إشي كتير شبيه للجورمي صار في بغداد بالقرن 19. الجورمي صار بالقرن 19 و20 بأوروبا. بعد انهزام دار الإسلام والخلافات الإسلامية اندثرت العولمة التي كانت وتلاشت، وأصبح هذا المطبخ يتفكك وينقسم وبدأ بالتراجع، وأصبح كل واحد يريد أن يأخذ قسمته من هذا المطبخ. يعني هذا مطبخ من صناعة الجميع ويخص الجميع مش لحدا، من السخرية ومن المضحك واستهزاء بالتاريخ وبالعقل، انك
انك تقول هذا المطبخ الي انت كفلسطيني او كلبناني او كسوري، انك تقول هذا المطبخ الي هاي سخرية. هذا المطبخ اكبر بكثير من انه يكون انتاج بلد واحدة من بلدان العالم الاسلامي. الكل شارك بمكونات اللي داخل البوتقة، والكل بغرف من نفس البوتقة. يعني هذا مطبخ من صناعة الجميع ويخص الجميع. الحمد لله الواحد الخلاق المتكفل بالأرزاق، فأنه لما كان معظم اللذات الدنيوية والآخروية في تناول شهي المآكل والمشارب، وكان تطيب البدن والثياب بما يقرب إلى الأحباب والحبائب، فلهذا جمعت هذا الكتاب وسميته كتاب الوصل إلى الحبيب في وصف الطيبات والطيب، ولم أضع فيه شيئا إلا بعد أن ركبته مرارا وتناولته مدرارا واستخلصته لنفسي وباشرته بذوقي ولمسي. كلمات ابن العديم في كتابه الوصل إلى الحبيب في وصف الطيبات والطيب، إحدى كتب الطبخ العربية القديمة والتي تعد أقدم كتب الطبخ في العالم، مثل كتاب الطبيخ للبغدادي وابن سيار الوراق وغيرهم، ومنها ترجمات وبحوثات عربية وأجنبية حديثة، كتب توثق مطبخا رفيعا كبير وتذكر غير المطعم والمشرب، ففيها التطييب والآداب، كنز مطبخي في متناول أيدينا، أليس هو مطبخ الخلفاء؟ وليس فقط لاستنباط الأطعمة منها ولتقليدها فقط، بل لتكون منبع علم مستقبلي لنا. وكما قال ابن خلدون، إن اتباع التقاليد لا يعني أن الأموات أحياء، بل أن الأحياء أموات. وبأطعمتها نصل إلى الحبيب.